السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. اليوم نشرح شلون نسوي تسجيل دخول إلى حساب السوبر سيل اي دي لعبة هايدي. أول شي نسوي لازم تروح على حساب الجيميل، تطبيق الجيميل هذا موجود على متجر بلاي أو سوق بلاي أو حساب الآيفون إذا كان عندك، تلقاه على الأب ستور إذا كنت أنت ما منزل هذا التطبيق. حاليا نفتح تطبيق الجيميل وراح يطلب من عندك تخلي الحساب مالتك مال السوبر سيل اي دي اللي انت مسجل بيه عليه المزرعة مالتك، اضافة عنوان بريد الكتروني جديد، نختار طريقة الجوجل وعلى حساب حالي خلي المربع الاول حسابك الجيميل والمربع الثاني تخلي بيه كلمة السر مالتك، نضغط على موافق، ننتظر شوي شباب، نضغط على خيار اوكي. حاليا سجل دخول على الجيميل، حاليا قدامكم مثل ما تشوفون الرسائل مالت الجيميل فارغة ما بيها اي رسالة جايتنا. نفتح المزرعة وننتظر لين ما نفتح المزرعة، نختار تسجيل الدخول، نضغط على اوكي او علامة الصح تسجيل الدخول، ونختار تسجيل الدخول عن طريق حساب السوبر سيل اي دي. بيجي حالا نضغط على تسجيل الدخول مثل ما موضح قدامكم، ادخل بريدك الالكتروني، نخلي حسابنا السوبر سيل هنا، الحساب اللي قبل شوي سجلنا دخول به على تطبيق الجيميل، نخلي الحساب مالتنا وتضغط على تذكرني على هذا الجهاز حتى تبقى المزرعة محفوظة وتقدر بنفس الخطوات تسجل أكثر من مزرعة. حاليا يقول لك اجت رسالة على الجيميل مالتك، شلون نعرف الرسالة اجت؟ لازم نخرج ونروح على تطبيق الجيميل ونشوف الرسائل، وهذه الرسالة جتنا بها رمز بتكون من 6 أرقام 8085501، هذا الرقم من تنسخه أو تكتبه من جهاز تاني حتى تبقى تحفظه وتكتبه نفس المكان. إرسال، نضغط على تأكيد أوكي. حاليا المزرعة فتحت عندنا، هذه المزرعة مثل ما تشوفون قدامكم ومربوطة بحساب سوبر سيل اي دي. اي مشكلة تواجهكم بخصوص تسجيل الدخول او الخطوات، اذا كان واحد محتاج مساعدة يقدر يترك تعليق وان شاء الله اساعده بالردود او يرسل لي رسالة على حسابي الفيسبوك، راح اخليكم اياها بالوصف بالفيديو. شباب سووا لايك للفيديو وتعليق على الفيديو وشكرا على المشاهدة، وهذا أول فيديو في القناة، وإذا تحبون أسوي شرح على طريقة جديدة أو كيف تسوي حساب جيميل أو شلون تربط على المزرعة مالتك حساب سوبر سيل اي دي بطريقة سليمة وطريقة جدا سهلة، إن شاء الله ما راح أقصر وياكم. شكرا على المشاهدة.